خوتي، معكم هشام من قناة تقني تنام. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الماتيريال اللي هو التامبوريزي او المؤقت الزمني كما كتشوفوا هو على هذا الشكل. التامبوريزي كينقسم على جوج ديال الانواع، كاين التامبوريزي ترافاي الى الشوق، غتلقاوها مكتوبة هنا، هيا تبان لكم ترافاي، او غتلقاو الروبو مكتوبة هنا. غنبداو نشرحوا بالترافاي هو الاول، عاد ندوزو الروبو. نبداو على بركة الله. كما قلنا اول حاجة كنبداو بها هي الشيمة ديالنا. الشيمة هي هيا غتلقاوها مرسومة لينا هنا، هي الطريق كما كتلاحظو، واحد كونتاكت نورمال كلوز، واحد الكونتاكت نورمال اوبن، واحد لا ليزون كتكون ما بيناتهم. كما قلنا هذا 56 55، وهذا 68 67. هذه هي الشيما ديال التامبوريزي ترافاي. هذا تامبوريزي ترافاي كما قلنا عنده واحد الكونتاكت هنايا من هنا 67 68 نورمال اوبن، هي مكتوبه فيه، وكونتاكت من هنا لهنا نورمال كلوز. هاد كونتاكتو كنستعملو باش نحدو واحد الوقت باش نخدمو اي حاجه، يا اما موطور يا اما بوله يا اما سينياليزاسيون يا اما اي حاجه. مهم عندنا واحد الكونتاكتو كتحكم فيه واحد الوقت الزمني. كما كتشوفو الى تيستينا بالميتريكس ديالنا هاد لي كونتاكت، قلنا هذا نورمال اوبن يعني ما غيصونيش، وقلنا هذا نورمال كلوز يعني غيصوني. غنديرو واحد التجربة بسيطة او واحد الشيما بسيطة اللي غادي نديرو هاد الكونتاكتور ترافاي، غنديروه باش نتحكمو في واحد البولة اللي غتكون الشيما ديالو كيما هاكا. عندنا الكونتاكت ديال الروبو، الكونتاكتور عفوا ديال الترافاي اللي نورمال اوبن، وعندنا واحد البولة، وعندنا نوتر هنا بي اش. ولكن هاد التامبوريزي لابد اننا نستعملو فوق لي كونتاكتور كما كتشوفو، هو كيجي كإضافة للكونتاكتور ديالنا، عفوا كيركب كما هكا. ثم ركب التامبوريزي ديالي نتيسي الكونتاكتور واش كيهبط مزيان، كيهبط مزيان حيت بعض المرات ما كيركبش مزيان وكيتكوانسا، وغادي يكوانسي لينا الشيمة ديالنا وغادي نصدقو في شي مشكل. ثم قلنا نتيستيو وناخدو الاحتياط ديالنا. هذا هو الكونتامبوريزي ترافاي، غادي نشوفو دابا في واحد الشيمة مع واحد كما قلنا مع واحد البولة باش نشوفو الخدمة ديالو كي دايرة. شي درنا واحد الشيمة اللي بسيطة، درنا التامبوريزي ترافاي مع واحد لومب او بولة باش نشوفو الطريقة ديال العمل ديالو او كيفية العمل ديالو. كما كتشوفو جنا النوتر ديال البولة، درناها مع نوتر ديريكت، وجنا الفاز خشيناه في الكونتاكت اللي محلول ديال التامبوريزي نورمال اوبن، خشيناه منن وخرجنا فاز، جنا من الفاز خشيناه في التامبوريزي نورمال اوبن. يعني هاد الكونتاكت اللي محلول ديال التامبوريزي خدمناه بحال التيريبتور، هو في بلاصة التيريبتور. اوكي نسيو شيما، نخشيو البريز ديالنا كما كنحققوه من هنايا على حساب شحال، راني نديرو 3 ديال السكوند. هادي نخشي الضو، حتى سمعتو اكسيتا الكونتاكتور، ايا شعلات اللومب ديالنا. غادي نعاودو نطاقو، غنزيدو فيه واحد شوية، غادي نبرونشيو كما كتشوفو، نتسناو واحد شوية حتى يدوز. هو كما كتشوفو شعل، هادي هي نورمال، هادي هي الخدمة ديال التامبوريزي ترافاي. يعني إن فوا كيتإكسيتا لينا الكونتاكتور، يعني إن فوا كيتإكسيتا لينا الكونتاكتور كيهبط لينا التامبوريزي، كيبدا يحسب لينا في الوقت. أما الروبو هو العكس ديال هاد التامبوريزي. أوكي، يعني مني إتإكسيتا لينا الكونتاكتور غيهبط، ولكن ما غيبداش يحسب لينا في الوقت، حتى يطلق الكونتاكتور وتطلق لي طامبوريزي عادي يبدا يحسب لينا في الوقت، عادي يشعل لينا البول. غادي نشوفو الشرح ديال
تمبوريزي روبو ونشوفو حتى هو الشيما ديالو ونخدمو. تمبوريزي روبو اللي هو على تشكل يعني نفس الشكل ما كيتبدلش عليه بزاف. هو الشيما ديالو شاب طبيعة الحال شيما بحال الشيما الاخرى كيما هكا، هذا نورمال فيرمي كيما كتشوفوا. وديما تتكون لا ليزون بيناتهم حيت الا تحل واحد غيتسد الاخر، ولا تسد الاخر غيتحل الاخر، يعني ديما هما متابعين. هنا 65 66، هنا 58 67 57 عفوا. حنا ما كنت انا ديما كنصح بان الانسان اللي كيتعلم ما يعتمدش على الارقام، لان يقدر تلقى واحد الماتيريال ما فيهش الارقام ولا ممحي. ما علينا، كما قلنا هذا هو الشيما ديال تمبوريزي روبو. التمبوريزي روبو هو العكس ديال تمبوريزي ترافاي، يعني ملي كيهبط وكيت اكسيتا لينا الكونتاكتور، يعني كتهبط كيهبط حتى كتطلق عاد كتسمع هذيك الطق، يعني عاد كيحسب حتى كيطلق، ماشي ملي كت اكسيتي كيبدا يحسب وكيخدم كيقلب لينا لي كونتاكت اللي عندنا. هذا العكس ديال التروبو تمبوريزي ترافاي، يعني ملي كتاكسيتي وتطلقو عاد كيبدا يحسب عاد كي اكسيتي. وكما قلنا واحد النصيحه، ملي تبغي تاخد تمبوريزي جرد العيبه هنا التحتانيه وتسنى الا سمعتي ديك الطق يعني انه راه خدام، اذا ما سمعتيهاش راه ما خدامش. غادي نشوفو في الشيما اللي قلنا، كما قلنا واحد لامب هنا نوتر، هنا بي اش فاز، هنا واحد الكونتاكتور ديال 57 58 ديال تمبوريزي روبو. تمبوريزي ديالنا روبو فوق لي كونتاكتور ديالنا، ركبنا النوتر. ف حنا خدمنا في الشيما ديال ترافي، خدمنا بالكونتاكتور الكونتاكت نورمال اوبن، حتى في الروبو غنخدمو بالكونتاكت نورمال اوبن. غادي نخشيو بالضو او اليمنت او كونتاكتور، لاحظتوا لاحظوا معايا الحد، يعني غادي غير اليمنت الكونتاكتور غيتقلبوا ليا لي كونتاكتور. اوكي غيتقلبوا ليا لي كونتاكت، يعني اللي نورمال اوبن ولا نورمال كلوز واللي كان محلول تسد. يعني ان فوت اليمونطات البوبينه ديال الكونتاكتور هبط تمبوريزي تقلبوا لي كونتاكتور، ماشي بحال الترافاي يبقى شي حسب الوقت عاد قلبوا. لاحظوا معايا هي شعله، غادي نحيد لي كونتاكتور. كما قلنا هذا هو تمبوريزي روبو ديالنا، يعني ان فوا كان اكسيتيو كيتقلبوا لينا لي كونتاكتور. ومني كنطلقوا لي كونتاكتور، يعني مني كنحيدوا الضوء من الكونتاكتور او مني كنطلقوش من اكسيتين كيرجع لينا، ولكن ما كيرجع كيبدا يحسب لينا عاد كيرجع. هذا هو تمبوريزي ترافاي. اذا اعجبك الفيديو ضع اشتراك او جيم، وشكرا على المشاهده.